نعم طلاب، انت من الجزء الاخر من الستيرايل برودكت، يعني مستمرين نقول بطبيعه السبستانسز اللي موجوده ضمن الفورميليشن، فوصلنا للادد سبستانسز. السبستانسز ادد تو ذا برودكت، قلنا مثلا اكيد هي اختيار المواد مثلا من ناحيه نوعيتها من ناحيه كميتها تعتمد على طبيعه الاكتيف انجريدينت الاساسيه. الكل المواد الموجودة غير المادة الفعالة هو في خدمة المادة الفعالة، يحاول يوصلها بطريقة مناسبة، يحسن ذوبانيتها، يزيد استقراريتها باتجاه الظروف اللي خلال الخزن أو خلال الاستخدام أو بعد الاستخدام، كلها هي في من يختاروها اعتماد على طبيعة المادة. فعموما إنه substances added to the product to enhance its stability are essential for almost every product، باعتبار هي كلها عوامل مساعده بنجاح البروجكت. Such substances include stabilizer, antioxidant, kinetic agent, buffers, tonicity contributors, antibacterials, antifungal, hydrolysis inhibitors, antifoaming agent, and numerous other substances for specialized purposes. احيانا بعض انه بعض الفورميليشن عنده اهداف معينه فتحتاج ان نقول فد ماتيريالز ما موجوده في غير فورميليشن. At the same time, these agents must be prevented from adversely affecting the product. نفس الوقت هاي الماتيريالز اللي راح يختاروها لأهداف معينة لازم همنا ما تسبب مشاكل، ما تسبب incompatibility problems with the product. يعني سواء مع المادة الفعالة أو excipient مع excipient آخر. In general, the added substances must be non-toxic, فيكون في the requirement أو نقول مواصفات عامة تخص هذه الـ added substances اللي هي non-toxic and the quantity administered to the patient مثلا، يعني تكون سيف، وغير البيوريتي، غير قضية السولوبيليتي، قلنا عموما انه يكون كومباتبل. They should not interfere with the therapeutic efficacy or with the assay of the active therapeutic compound. حتى بعملية التقييم مثلا نريد نفحص انه نتابع المادة الفعالة ديال تركيزها، هم ما تتداخل مع المادة الفعالة. They must also be present and active، وموجودة وتكون فعالة when needed throughout the useful life of the product، تكون وظيفتها فعالة مثلا إذا كانت هي stabilizer أو كانت هي solubilizer أو غيرها مثلا من الوظائف المختلفة، إلها دور كبير. يعني pharmaceutically تكون active، هي إحنا من ناحية الفارماكولوجي نريدها inert، ما عندها أي فعالية دوائية، لكن من ناحية الفارماسيوتيكالي، من ناحية الصدانية، من ناحية الفورميليشن تكون فعالة، إلها في دور معين وتشتغل سواء كستابلايزر أو ستابلايزر أو سيرفيس أكتيف إنجت أو كفيكر، المهم مهما تكون تصنيف هذه المادة.